بعد ما اتكلمت معاك عرفت ان انت يعني كان ليك تجربه مشابهه لم تكتمل. عايز اعرف فكره ان الراجل يحب ست اكبر منه، يعني مش يعني فاهم اللي هو يعني في مثل كده شعبي، انا اسفه يعني ان انا هقول، بس هو ده مثل شعبي في الفلكلور بتاعنا، هو من همه هيتجوز قد امه. انت ما فكرتش في الحكايه دي ولا فكرت ازاي؟ طيب هو اولا هي الفكره كلها هي بتبقى اتس بليفز، وهي مايند سيت مختلفه. تمام، الفكره كلها انت عايز ايه من اللايف بارتنر بتاعك. أيوة. انت عايز ايه من الطرف التاني؟ فهل انت عايز تعيش تجربه تانية قديمه بكل تفاصيلها من جديد، ولا عايز تجربه تانية جديده حقيقيه تقدر تختار فيها اللي انت عايزه؟ فليه دايما السيده الاكبر بتكون هي افضل؟ علشان خلاص شي نوز وات شي وانتس، هي عارفه هي عايزه ايه. فبالتالي العلاقه نفسها هتكون مريحه جدا وهتكون سهله جدا من اولها. العلاقه انت نفسها بتدور على الراحه النفسيه، وزي ما بيقولوا كده ايه، تبقى شاري دماغك في مناطق مش حاببها، فالست الكبيره هتبقى تخطت المرحله دي وتريح دماغك. بالظبط بالظبط، وهيبقى الموضوع معاها مش ان احنا بنعيد طاقه تانية من الاول، بالعكس احنا هنوفر الطاقه دي ازاي ننبسط بيها وازاي احنا نسعى بيها في حياتنا. لكن اليانجر شويه خلاص هي حقها طبعا تبقى عايزه تعيش التجربه من دي 1 تاني. اوريدي انا كنت عشتها قبل كده. استنى، طب ما هو يعني انت عايز تقولي ان فكره ان انت تتجوز ست اكبر منك عشان انت كان عندك تجربه سابقه وشفت فيها مثلا حاجات مش لطيفه، فانت عايز بقى تلغي اللي فات وتبتدي من مرحله جديده؟ لا ما اقصدش كده. آه. مش الغي اللي فات، او مش كان او او المر او التجربه القديمه ما كانش فيها حاجات او كان فيها عيوب. الفكره كلها ان احنا عدينا خلاص مرحله عايزين نتخطاها ونخش في مرحله تانية جديده هنوفر فيها جهد ومجهود ده كتير احنا بذلناه زمان. طب ما يا سيدي، ما يفرض افرض واحد تاني برضه يقول لك ما هي متعه برضه ان انا اعيش كل الحاجات حقه لكن طبعا. انت واضح ان انت راسي كده وهادي. Exactly. فانت مش عايز وجع دماغ، عايزين ننبسط بحياتنا. هي عارفه هي عايزه ايه. وانا عارف انا عايز ايه، فهنقدر نوصل يعني اسرع لمنطقه مشتركه. ولا هي يعني ما صدقت لقت فرصه طيبه كده مع شاب صغير هي كمان تعيش معاه مرحله ممكن تبقى هي ما عشتهاش؟ حقها مليون في المية.